الحلويات ام امين. في الفيديو ان شاء الله غنقدم لكم واحد المزيج ديال جوج ديال الحلوات في حلوه واحده. كنظن ان كلشي كيعرف الحلوه ديال الكوك اللي كتباع في الزنقه اللي كتكون معلكه ولذيذه بزاف وكيبغيوها الصغار والكبار، وحلوه ديال الصابلي هي غنيه عن التعريف. في هذه الوصفه غادي نقدم لكم صابلي بحلوه الكوك اللي كيجي لذيذ بزاف وكيجمع ما بين المذاق ديال الصابلي والمذاق ديال حلوه الكوك، فكيعطينا واحد المذاق رائع. اول حاجه غنحتاجوا لها في المقادير طبيعه الحال هي العجينه ديال الصابلي اللي سبق لي نزلتها لكم فيديو خاص، وغنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. الى شفتوا لا فيديو ديال العجينه ديال الصابلي فعندنا كل اختيار باش نصموها كما بغينا. في الحاله بما اننا غنديروها بالحلوه ديال الكوك فيمكننا نضيف واحد 100 غرام ديال الكوك للعجينه ديال الصابلي، هكا غادي يجينا المذاق ديال الكوك واضح مزيان. اما بالنسبه للحلوه ديال الكوك فكنحتاجوا لها 250 غرام ديال السكر سنيده، 150 غرام ديال الكوك، و 125 غرام ديال بياض البيض، يا اما 4 البياض ديال البيض متوسط او 3 البياض ديال البيض الا كان كبير، وقبصه ديال الملح. بالنسبه للطريقه فسهله، كناخذ واحد الاناء كنديروا فيه كاع المكونات كار الكوك الملح، وكنضيفوا بياض البيض، كنحركوهم شويه ومن بعد غادي نديروهم في الباماغي. كنكونوا ديجا وجدنا واحد الاناء اللي درنا فيه الماء يسخن، وكنديروا عليه الاناء اللي فيه الخليط ديال الكوكو والسكر والبيض، وكنبداو نحركو. الهدف هو ان هذا الخليط هذا يدفى لينا، ماشي يسخن ماشي يغلى. هذا الطياب هذا ديالها الاول في الباماغي هو اللي كيخليها تجي معلكه. كنخليوها واحد 10 ديال الدقائق وحنا كنحركو مره مره، وهذاك السكر كيبدا كيذوب والخليط تاعنا كيخفاف. من بعد ما كيولي الخليط على هذا الشكل وكنقيسوه كيكون سخون، ولا يعني كنقدروا نديروا فيه صبعنا، فصافي كنحبسوا الطياب. كنخويه في واحد الاناء، كنغلفوه بالفيلم اليمونتير وكنديروه في الثلاجه وكنخليوه يرتاح واحد الساعه. اذا كيف ما ديما غادي نطلق العجينه ديال الصابلي ما بين جوج ديال الاكياس تاع المجمد، هكذا كتجيني سهله. انا غناخذ قطاعه بهذا الشكل اوفال، يمكن لكم تاخذوا القطاعه اللي بغيتو، وغادي نبدا نطبع العجينه. بالنسبه للعجينه فما طلقتهاش رقيقه بزاف، وغادي نبدا ناخذ الاشكال كي بحال ما هكا كما قلت لكم بالاستعانه بالكيس اللي من تحت. غنوضع الصفيحه ديال الفرن، وغادي نستمروا مع الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي بغينا. من بعد ما كنشكلوا العجينه فكندخلوها الفران يكون سخون من قبل على 175 درجه، وكنخليوها بين 3 و 5 ديال الدقائق، يعني ما خاصهاش طيب لان مازال غنعاودوا ندخلوها الفران، خاصها غير تبدا تشد راسها واحد شويه صافي وكنحيدوها. دابا غناخذوا الخليط اللي وجدنا من قبل ديال الكوك، من بعد ما كيكون ارتاح كيكون داق بطراسو واحد شويه كنحركوه، وكنديروه في جيب الحلواني، وكنديروا واحد لادوي اللي تكون مسننه شويه. من بعد ما كنخرجوا الحلوه من الفران خاصها تكون على هذا الشكل، يعني ما طايباش مزيان. وغادي نبداو نحطوا هذا الخليط بلا بوش فوق لي صابلي بهذا الشكل، ومن بعد ما كنكملوا التشكيل ديال الحلوات الكوك كلها فوق صابلي فكندخلوها الفران اللي يكون في درجه حراره منخفضه بزاف ما بين 150 و 160 درجه، وكنخليوها حتى كتحمر. الو غادي ندير واحد الشكل اخر اللي غيكون صغير على الشكل الاول، غناخذ فيه واحد طابع دائري يكون صغير يكون مشنف من الاحسن. غنقطع العجينه ديال الصابلي وغادي نديرها طيب في درجه حراره 175 من 3 حتى 5 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نديروا عليها الخليط ديال الكوك، غنديروا بحال ديال غوشي من الفوق وندخلوها الفران على درجه حراره منخفضه ما بين 150 و 160 درجه،
ونخليوها حتى كتحمر. من بعد غنزينها بخطوط ديال الشكلاط. اذا الحلوة ديالنا بعد ما كطيب كتجي على هذا الشكل كما شوف، كتجي محمره كامله. صاب لي يلاه كيطيب مزيان. وكنحتاجوا للتزيين ديالها الكراميل. انا استعملت الكراميل لانه متوفر عندي. الا بغيتيو يمكن لكم تصاوبوه. غنخلي لكم الرابط ديال الوصفه ديالو في صندوق الوصف، وهو بصراحه كيجي لذيذ بزاف. راه غنحتاجوا كذلك اللوز ولا كاوكاو مهرمش كما قلت، وغنحتاجوا شوكولا سوداء اللي ندوبوها ونديروها في امبوشا دوي باش غادي نديرو خطوط من بعد. اذا كناخذوا الحلوه كندهنوا ليها جنيبات بجوج بالكراميل، ولكن يمكنكم تعوضوه بلا كونفيتور، ويمكن لكم تعوضوها بالجليكوز مع الناباج. المهم شي حاجه اللي غادي تلصق لينا الكاوكاو ولا اللوز مهرمش من الفوق، وكنديروا فوقهم اللوز مهرمش. ومن بعد كنديروا خطوط فوق الحلوه ديال الكوك بالشوكولا السوداء. بالنسبه للشكل الاخر فكما قلت لكم فكنديروا غير خطوط بالشوكولا من الفوق. يا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال اليوم. كيجي شكلها زوين وبطبيعه الحال كتجي لذيذه بزاف. الحلوه ديال الكوك والصابلي عندهم دي تيكستور اللي مختلفين، فالحلوه ديال الكوك كتكون معلكه، الصابلي كيكون مقرمش، وهذاك المزيج بيناتهم كيجي زوين بزاف. كنتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم. وإلا عجبتكم لا فيديو كما ديما ما تنساوش تشجعوني بلي لايك ديالكم، وتشاركوا في القناة، وتبارطاجيو لا فيديو مع أصدقائكم وأحبابكم. وكنرحب دائما بتعليقاتكم واقتراحاتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفة جديدة إن شاء الله. سلامة.